نلعب جولة؟ ايه أنت بالمغرب؟ ايه والله مع أهلك؟ ايه اللي هيك بس ما ادري يعني درين عاد أنا داخل أحب اللهجة العراقية. اللهجة العراقية. أوه جدا أنا جدا. العكس، أحب اللهجة السعودية والله وش أكثر كلام تحبين عندنا؟ اللي بالأخير يصير اس في ديتس لب هذه دولة. عاد حنا أهل اللهجة هذه تدري؟ أهل الشمال بالسعودية وأهل الرياض شوي نتكلم بالإس، شيخ بارس، بس تفهمين ماذا؟ كل شيء يضيف إلى إس، يعني مثلا تبين تقولين أحبك، وش تقولين؟ حبس وأنا بعد